انت عارف ان شركة اوبو في اقل من حوالي 4 سنين استطاعت ان هي يعني تثبت جدارتها على المستوى العالمي، وليه ما لا، والشركة الام ليها هي شركة البي بي كي. الشركة دي متفرع منها 3 شركات، تخيل شركة متفرع منها 3 شركات، اولهم الفيفو والون بلس وكذلك الاوبو. ده مش كده بس، ده كمان شركة الاوبو نفسها متفرع منها شركة تانية او علامة تجارية تانية، وهي شركة الريلمي الغنية عن التعريف. في اقل من سنتين انتشرت كالنار في الهشيم خلال السوق المصري، لذلك كانت هي من اول الشركات اللي ليها الحقية والانطلاق لجوجل للحصول على اندرويد 10 لتوفر ذلك الاندرويد على هواتف مستخدميها. وانا سامع واحد من ورا الكاميرا بيقول لي ايه علاقة بقى المقدمة الطويلة دي على الاجهزة اللي وصلها اندرويد 10 من اوبو او ريلمي؟ ما هو انت عشان تجيب جهاز لازم تكون عارف بياناتك اللي بتحطها على الجهاز ده رايحة فين. يعني انا دلوقتي بجيب جهاز وبحط عليه خطي وبحط عليه بياناتي كلها، الايميل والجيميل وكل ما املك بيانات. يعني من الاخر انا كده بقيت عرضة للاختراق باسهل ما يمكن. فلازم ان انا اكون الشركة اللي انا حطيت فيها خطي او تليفوني اكون عارف مصدرها رايح لفين، هل الشركة دي ثقة ولا لا. انا بتكلم بصفة عامة وتعمدت ان اقول دي في اول الفيديو لان انا عارف انت مهتم بالاندرويد 10 ولكن مش مهتم بحتة الامان قوي. فانا بحب اكد لك انك لازم تدور على الشركة اللي تحط فيها خطك وتحط فيها بياناتك اصلها راجع لفين، وهل هي ثقة وشركة جديرة بالثقة، وانك يعني تؤمنها على اسرارك ومعلوماتك الشخصية عليها ولا لا. ما تزعلش نفسك يا سيدي. خلاص خلصنا في المقدمة وهنتكلم على الاجهزة اللي وصلها اندرويد 10 من شركة اوبو مع الواجهة الجديدة كلر او اس 7.0. وهم متقسمين لأربع دفعات، وهبدأ معاك من أول دفعة اللي تم إطلاقها من يوم 25/11/2019 لحد تقريبا شهر فبراير أو شهر 2 من سنة 2020. والنسخة دي أو الدفعة دي بتضم مجموعة أجهزة، أولهم رينو 10 إكس زوم، الجهاز الغني عن التعريف، الجهاز الرائد في الفئة الرائدة، وبعد كده الرينو إيس. ده كان بالنسبه للدفعه الاولى. خلينا بقى نتكلم عن الدفعه الثانيه، وهنا هضم الدفعه الثانيه مع الثالثه لان التواريخ والمواقيت قريبين جدا من بعض. واول جهاز هنا هو رينو 2، وبعد كده الاف 11، ويليه الاف 11 برو، اجهزه غنيه عن التعريف، والرينو 2 زد، ويمكن ده كتير من العرب ما يعرفوش، والرينو 2 اف، جهاز مشهور جدا في مصر، والرينو زد، والرينو اكس 17 برو، والفايند اكس الجهاز العظيم، والفايند اكس اوتومبيل لامبورجيني اديشن، مش فاهم انا الاسم طويل كده ليه يعني، والفايند اكس سوبر فوك اديشن او السوبر فلاش اديشن، والار 17 والار 17 برو، والاوبو كي 5. ودي كانت المجموعه الثانيه او الدفعه الثانيه والثالثه للاجهزه اللي وصلها اندرويد 10 مع الواجهه الجديده. خلينا بقى نتكلم عن الدفعه الرابعه والاخيره، ودي اللي وصلها اندرويد 10 من اول شهر مثلا يعني 4 لحد شهر 7. وعلى راس الدفعه ديت الاي 5 2020 والاي 9 2020 والاي 11 والاي 9 اكس والار 15. اما عن باقي الاجهزه اللي انا ما ذكرتهاش من اوبو فمش عايزك تقلق، الاف الاف 9 الاف 9 برو، جميع الاجهزه اللي نزلت في سنه 2019 امتدادا لحد اواخر 2018 الاجهزه دي وصلها اندرويد 10 بدون اي مشاكل. ولكن الاجهزه اللي انا قلت لك دلوقتي دي خارجه بلسته وقايمه يعني مباشره كده من شركه اوبو. اما الاجهزه اللي انا ما ذكرتهاش ما تقلقش، زي ما قلت لك 2019 كله هيوصلها اندرويد 10 ولكن هيكون في الربع الاخر او الربع الاخير من عام 2020. ودي كده كانت اجهزه اوبو. خلينا بقى نشوف ريلمي والواجهه الجديده اليو اي مع الاندرويد 10. يعني متهيألي مفيش جهاز من ريلمي مش هيوصل له اندرويد 10 الواجهة الجديدة لان ما بقالهاش سنتين تقريبا في السوق. ولكن خلينا برضو نذكر اسماء الشركات اعلنت عليها والشركة اطلقتها في الليستة بتاعتها، وهبدأ معاك من الدفعة الاولى اللي هي من شهر يناير لشهر مارس، وهنا على رأسهم الريلمي 5 برو، وكذلك الريلمي 3 برو، وكذلك الريلمي اكس، والريلمي اكس 2، والريلمي اكس تي، والريلمي اكس 2 برو. دي الاجهزة اللي في الربع الاول. نتكلم بقى على الاجهزة اللي في الربع الثاني، وهم الثلاث اجهزة على رأسهم الريلمي 3 والريلمي 3 اي والريلمي 5. والاجهزة دي اللي وصلها الاندرويد مع الواجهه الجديده ابتداء من شهر 4 لشهر 6. خلينا بقى نتكلم عن الدفعه الاخيره اللي هيوصلها الاندرويد ومع الواجهه الجديده في الربع الثالث من العام اللي هو من شهر 7 ل 9، وهم كالتالي: اولا ريلمي 2 برو، والريلمي 1، والريلمي سي 1، والريلمي سي 2، والريلمي يو 1. وبكده يكون الاجهزه دي اللي من شركه ريلمي متهيألي يعني حتى الاجهزه اللي هتنزل بعد كده الريلمي 5 اس والريلمي 5 اي والاجهزه دي كلها هتنزل باندرويد 10. وبكده اكون اتكلمت برضه عن اجهزه ريلمي. وزي ما قلت لك ما تقلقش، اي جهاز خلال عام 2019 واواخر 2018 هيوصل لاندرويد 10 بدون اي مشاكل. بس كده يا صاحبي، ده كان فيديو النهارده سريع وخفيف، انا ما رضيتش اعمله على المنتدى علشان زي ما قلت قبل كده سرعه انتشار الفيديو مش زي سرعه انتشار البوست. بس كده، ده كان كل حاجه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، ولو الفيديو افادك وعجبك يبقى تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لان اللي جاي مهم جدا ولازم تتابعه، واللايك مهم واهم عشان تتابع كل جديد واقدر استمر في نشر المحتوى. عموما في يعني ريفيو جديد لحاجه مختلفه، هي حاجه في التكنولوجيا ولكن ملهاش علاقه بالموبايلات، كباب يعني من التنوع جبت حاجه فهعمل عنها ريفيو، مش شرط يكون موبايلات بس لكي تعم الفائده. اتمنى ان الفيديو يعدي على خير، والله تالت مره الفيديو يتصور عشان كده استحق اللايك.
لو حتى الفيديو ما عجبكش اعمل لايك ويا عم لف لفتك كده في اي قناه تاني وارجع اعمل ديسلايك، لانه والله الفيديو ده ثالث مره يتصور مش فاهم المشكله في ايه. ولكن اتمنى بقى اقفل معاك واحط على الكمبيوتر ويتمنتج بكل سهوله. ادعوا لنا بالتوفيق، اتقابل ان شاء الله في فيديو جديد يا شباب. سلام.